شحاتقرآن.com. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاء كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم
كلا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام 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 عليكم. وإذا كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم Oh.
سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم أصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين
قل إني على بينة من ربي قل إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم والله قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم
إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب ويعلم ما في البر والبحر وعنده مفاتح الغيب لا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس وعنده
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس إلا وهو الذي يتوفاكم وهو ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ثم يبعثكم
كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى توفته رسلنا وهم لا يفرقون. ثم ردوا إلى الله وهو القاهر فوق عباده وهو ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفيكم ثم ردوا إلى الله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسدين. وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق
حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق الله العظيم. شحات قرآن.com